الرفيقات والرفاق في حزب سوريا المستقبل، عائلة الشهيدة هافرين خلف، عائلة الشهيد فرهاد رمضان، شعبنا المقاوم، شعبنا المؤمن بقيم الحرية والديمقراطية، من هذا المكان المبجل من مقبرة الشهداء أحييكم جميعا وأنحني إجلالا وإكراما لروح الشهيدة هافرين خلف والرفيق الشهيد فرهاد رمضان ولجميع شهداء الحرية. في هذا اليوم نستذكر شهداءنا الذين قضوا على يد الإجرام، قضوا عندما هب المحتل التركي وشن عدوانه الغاشم على سوريا، على منطقتي سريكانية وغريسبي. في هذا العدوان الغاشم نفذ المجرمون الجيش التركي وجميع الفصائل الإرهابية المرتبطة به أفظع الانتهاكات بحق الإنسانية في هذه المناطق، فارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية، وارتكبوا إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل. وكان الشهيدين هافرين خلف وفرهاد رمضان ضحايا هذا الهجوم الغادر على مناطقنا وعلى سوريا بشكل عام. قتلوها وهم يعرفون تماما أنها امرأة مدنية وإنها امرأة سياسية تمثل حزب سياسي ليس لديه أي أجندات عسكرية. اغتالوها فقط لأنهم أرادوا استهداف المرأة الحرة، أرادوا استهداف الأمة الديمقراطية، أرادوا استهداف الإدارة الذاتية، ولكنهم تبا لهم، هم الجبناء، هم المتخاذلون، لا يعرفون أن المرأة الحرة لا تموت أبدا، المرأة الحرة تصنع من الموت مجدا. ما يحز في قلوبنا بعد مرور عام على الرحيل أن الجنات المجرمون ما زال يصولون ويجولون في مناطقنا المحتلة دون أن تطالهم يد العدالة ودون أن ينالوا حسابهم وجزاءهم العادل عما اقترفت أيديهم من انتهاكات ومن إجرام بحق أهلنا وشعبنا في مناطق شمال وشرق سوريا في منطقتي سريكانية وغريسبي، وما يعانيه شعبنا من آلام الهجرة والنزوح ضمن وطنهم وضمن بلدهم. عام على الرحيل وألم الفراق ما زال يعتصر قلوبنا. هافرين كانت امرأة جميلة، امرأة خلوقة، امرأة حرة، كانت رمز للمرأة المناضلة التي ناضلت من أجل الأهداف التي تؤمن بها، من أجل أهداف حزبها في بناء دولة سوريا، دولة تعددية لا مركزية ديمقراطية، دولة تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان فالحرية والديمقراطية والمساواة. عهدنا نحن جميعا كنساء وكسوريين أن نمشي على خطاهم وأن نحقق العدالة لهم حتى روحهم تحوم بيننا بسلام.